الخطا ماشي نتاع الجواره نتاع لونترينور، لان دخل الجواره اللي خصهم يقعدوا في البنك عادوا يرومبلاسيو الاخرين باش يعطيو لنا الفائده والنتيجه. اما تير اللي تيرها حكيمي في التالي ماشي ديالو، هذاك نتاع حدادي هو اللي تيرها باليسر. والسلام عليكم. فريق المصري تاكد بالملموس بالله فريق راه داي سبعه الالقاب ماشي من فراغ. هذا النهار لعبنا مع فريق بطل واستطاع يتحكم في المقابله وجر المقابله بالطريقه اللي بغى هو ويطلع الريتم وقتاش يبغي ويهود الريتم وقتاش يبغي. وشفنا اللاعبين كيفاش كيديروا المكر وكيديروا الحيله والمدرب ديالهم وكذلك الطاقم المرافق، في حين حنا المغاربه بقينا غير كنتفرجوا بحال اللي حنايا غادي نلعبوا مقابله استعراضيه. بكل صراحه هذا الشيء مؤسف جدا، كنا معولين امل كبير على هذا الفريق باش يحقق نتيجه ايجابيه، ولكن الاختيارات نتاع المدرب الفاشله ومنذ البدايه كناش متفقين معاه، ولهذا بكل صراحه هذا الشيء محزن ونتمناو الخير فيما باقي وصافي. اخويا خيبه امل ما بعدها خيبه. الضريبه ديال هذه الاختيارات الخاطئه نتاع المدرب، وغادي نعاودوا نفس السيناريو دائما كنتقصوا بسبب شنو؟ بسبب اهمال اللاعبين نتاع البطوله الوطنيه. شوف دائما المنتخب المصري في اضعف الحلقات ديالو كيتاهل بكل سهوله، عندهم مجموعه من شوف غير خبط الكروي اللي فيهم استطاعوا انهم يجيروا المقابله. حنايا بوفال خرجوا صراحه ما عرفتش غادي نقول صراحه. المهم ليك الماتش هذا زوين اخويا، الله يسخر. واش غايديو كتابة المصرى حتى هي ديالنا، الله يسخر. خيبة امل كبيره للجمهور الوطني المغربي، المقاهي كنا عندنا امل في هذا الفريق، كنا نتمناو باش نمشيو لان المنتخب المصري رغم القوه ديالو ما كانش المنتخب المصري ديال هذه السنين، عندهم القائد صلاح، ولكن المنتخب المغربي صراحه المقابله ما كانتش متوقعه. وسط الميدان ما كاينش لعب الكره الطويله، السايس غائب، يعني صراحه مؤسف وخيبه كبيره للجمهور. نتمناو يصحوا الاوراق ديالهم ويعاود الزياش، لان الزياش كان قدر في هذه المقابله يدير بزاف ديال الحوايج. وشكرا. كان في المستوى ونتمنى كنا ربحنا ومي دوماج مره اخرى ان شاء الله. يلا بون شونس. المنتخب خسر نورمال، المهم ما نخسروش حنايا بالمجموعات، المهم ما نخرجوش بكري. المنتخب كان الاداء نتاعو ضعيف ولو بصراحه تفاجئنا بهالاقصاء تاع المنتخب المغربي اللي كنا مرشحينه باش يفوز بهذا اللقب الافريقي. للاسف المدرب ما عرفش كيدير يجاري المباراه، اكثريه في دوزام ميطو رجع للوراء، والسبب بس تمرك علينا الهدف التعادل هو رجوع اللاعبين للوراء. المنتخب خسر نورمال، المهم ما تقصاوش ولا لوندو ولا المجموعات ما تصلح لهمش والله. والمدرب هو الذي يعنى. خويا شنو نقول لك، المنتخب المغربي مع المصري هي دائما كيكون الدربي، ولكن العقل والحكمه والتجربه هي اللي ربحت. المنتخب المغربي عنده فريق ولكن التجربه المنتخب خسر. المهم مشاركه هانيه والله، حتى هانيه.